شو بيكون شعورك لما يكون معك المفتاح السري لبوابات الزمن؟ أو عمرك تخيلت إنك تسافر عبر الزمن؟ أو حتى حلمت بهذا الشيء؟ هاي الفكرة شفناها بكتير أفلام ومسلسلات، مثل لما آدم سافر عبر الزمن لحتى ينقذ أبوه من مصيره المأساوي، كيف إنه عمل فريق مع نسخة أبوه من لما كان شاب، وشخصيات تانية لحتى يغيروا أحداث الماضي، وبالتبعية تتغير أحداث المستقبل، بفيلم ذا آدم بروجيك، أو لما تم استدعاء مجموعة جنود من المستقبل لينضموا للحرب ضد كائنات فضائية مميتة عم تهدد بتدمير البشرية، وكان عن طريق انه الجيش نظم رحلة زمنية وخلوا الناس تسافر عبر الزمن لترجع للماضي بفيلم ذا تومورو وور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم خليل من قناتك اب سكيل. في هذا الفيديو للأسف أنا ما عندي القدرة إنه أخليك تسافر عبر الزمن، بس عندي طريقة حلوة بتسمح لك إنك تشوف الماضي بشوارع وحارات مدينتك كيف تطورت عبر السنين. رح نستخدم ميزة جوجل ستريت فيو من جوجل مابس، ما بدنا أي آلات زمنية، كل اللي عليك إنك تتفرج على الفيديو. يلا نشوف. أول شيء رح نفتح موقع جوجل مابس ونروح على أي منطقة أو شارع، نختار أيقونة الشخص الأصفر واللي هي ستريت فيو. لما نضغط عليها الشوارع اللي فيها ميزة ستريت فيو رح تصير باللون الأزرق. كمثال أنا اخترت هذا الشارع، رح أروح على شي منطقة نقدر نشوف كيف اتطورت على مدى السنين. مثلا هاي الزاوية رح نختار see more dates، وهيك بيظهر لي كيف كان شكل المنطقة وكل صورة بتاريخها. مثلا هي المنطقة لها صور من 2009 لحد السنة هاي. إذا بدنا نشوفها على الموبايل رح نفتح تطبيق جوجل مابس ونروح على شارع أو منطقة معينة واختار كاميرا الشارع أو ستريت فيو. مثلا رح وقف على هذا العنوان، رح لاقي من تحت مكتوب see more dates، وهيك بنلاقي شكل الشارع عبر السنين. مهم انه نعرف انه مو كل الدول عندها ميزة ستريت فيو، والاكيد انه ما كل الشوارع فيها هي الميزة. كثير من الشوارع بتلاقي لها صورة واحدة بس، وفي حال كان الشارع مزدحم وفي حركة رح تلاقي له صور اكثر. بتمنى انه الفيديو كان مسلي ومفيد، لا تنسى تعمل لايك وتشارك الفيديو مع اصحابك، تقدر تشترك بالقناة من هون وحساباتي بالسوشيال ميديا بتلاقيها بوصف الفيديو. بنشوفكم بفيديو جديد، سلام.